صاحب وديته خاب مني اكبر مديته صاحبت صاحب وديته خاب مني اكبر مديته قلبه مش حاسس عملت الدلع 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 وانا قلبي يولع 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 مش هتصحى يعني؟ مش انا هعرف اصحيك ازاي؟ في واحد صاحبك مستنيك بره مين؟ في حد يساعد حد كده يا ماما؟ ماما احنا لسه في نص الاجازه ده كل العيال بدأت الدروس مش موقف زيك خلاص هقوم اهو قوم يا علي الو ايوه مستر عبد السلام ايوه انا الاستاذ عبد جيب الاسامي دي منين حضرتك انا طالب ثالثه ثانوي وعايز اخد درس مع حضرتك لا للاسف ما عنديش اماكن هو ايه اللي ما فيش اماكن يعني حضرتك احنا لسه في نص الاجازه يعني. انت يا واد تيجي لي بكره اعمل الواجب وانت يا بنت طب انت بتتنك علينا كده ليه يا عم ده فين قله ادب وقله حياه على الصبح ده قفل في وشي انا غلطان اني كلمت اساتذه اساسا كلم المدرس تاني اكلمه يا ماما ده قفل في وشي برضو كلمه تاني انا مستحيل اكلم المدرس ده تاني انا عندي كرامة شوفي بقى ما باجيش انا بالطريقة دي مش عايز اجرحك ايه يا مستر عبسي ايه وانا الاستاذ عبسي استاذن حضرتك بعد اذنك من فضل حضرتك معاليك تلاقي لي اي مجموعة او اي مكان اخد فيها درس طب بص يا حبيبي في مجموعة يوم الغد ان شاء الله ما ينفعش درس بكرة يا مستر احنا لسه في نص الاجازة ينفع ينفع درس بكرة يا مستر ده بكرة جميل خالص ماشي يا بابا مبسوطة كده؟ ايوه مبسوطة يلا بقى نعمل لي اللابتوب ده والتلفزيون وهات الموبايل بتاعك لحد ما تخلص ثانوية عامة ان شاء الله يلا البيان التاني قام احد المجهولين بخطف طائره من طائرات شركه مصر للطيران من مطار القاهره الدولي